صافي الحسن قام كي قالت نقول شوف هاد الناس عندهم وليديهم وعندهم ولادهم وعندهم سميتو، علاش انا زعما سمحات فيا؟ ما فهمتش شنو هو السبب. ما كاينش شي ام كتسمح في داكشي اللي ولدات كاع بمره في كبدتها. ما كاينش شي ام لاب اللي كان تبناني عنده، كان خلي عندي 3 سنين والسيده اللي كانت تبنتني الله يرحمها خلات عندي المهم ديك 27 هكاك 26 27 هادوك الناس توفوا الله يرحمهم. لا بغيت امي يوريوني امي يعني فاش ربيتوني، يعني قولوا لي الوالده ديالتي فينا هي؟ قولوا لي امك سمحات فيك، عطاتك سمحات فيك وما عرفاش بيك. عشتي النقص ديال الحنان الام ديالك؟ عشتو حياتي كلها. جدتي براسها نكرتني قالت لي بنتي ما معترفاش بيك، بنتي عندها ولاد اخرين عندها دارها ما معترفاش بيك، باك ما عرفاتوش. بغيت نعرف انا غير والديا ونعرف الخوت ديالي، وبغيت يعني حتى انا كنحس بواحد النقص. 32 سنه عشت بلا الاب ديالي، محرومه من الاب ومن الام. هاد الناس هادو هما اللي تبنوني وداروا فيا هاد الخير هذا وكبروني. الدار كنبكي كنقلب شي وراق تنقلب لقيت الطور صواني مريرت تحجاويت الاب خلاص صافي. عندك ديك الساعه عرفت السيده ماشي الام ديالي. انا كنطلب من هاد الام ديالي تجي عندي غير تجيني غير الحقيقه، تعطيني غير الحقيقه، تقول لي ودي مجوجه ومطلقه عندي 3 ديال الدراري نكذب عليك يعني تنبقى واخا كاين معايا وليداتي. يعني كنحس بواحد النقص، كنحس بواحد النقص كبير. تنقول شوف ما عنديش مي ما عنديش خويا ما عنديش، فهمتيني واخا عندي وليداتي كيكبروا معايا، يعني كنحس بواحد النقص. ايتيمه ما عندي لا اب لا ام، عندي 3 ديال الوليدات حاليا دابا كاينين معايا جوج، البنت كاينه عند جدها وما علاش تنتقاتل والزمان صعيب راه باباتهم وتقهروا، ما بالك امراه يد وحده ما كتصفقش. وان اللهم نبقى نكي قاعده نقول شوف هاد الناس عندهم وليديهم وعندهم ولادهم وعندهم سميتو، علاش انا زعما سمحات فيا؟ ما فهمتش شنو هو السبب. ما كاينش شي ام كتسمح في داكشي اللي ولدات كاع بمره في كبدتها. ما كاينش شي ام كاع. مشاهدينا على أشواق تيفي كنحييكم مرة أخرى من قلب عاصمة زيان مدينة خنيفرة، ومعايا الأخت سميرة اللي كتوجه النداء ديالها للأم ديالها وكذلك المغاربة باش أنهم يوقفوا معها. سميرة الآن كتقول بأن الأم ديالها تخلت عليها وهي مازال صغيرة، عطتها لشي ناس باش يربيوها، ودوك الناس يعني من بعد ما كبرت سميرة كتقلب على الأم ديالها ولقاتها او كما قالت يعني سمعات عليها، لكن الى يومنا هذا مازال ما عندها حتى شي خبر على الام ديالها. اختي سميره السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الان المغاربه تيشوفوا فيك، عاودي لهم المشكل ديالك، يعني غادي نبدا معك من الاول ملي يعني عطاتك الام ديالك الحقيقيه لديك السيده. اخويا السلام عليكم. انا السيده دي كانت ولدتني هنا في خنيفره، عطاتني شي ناس في ديور الشيوخ، من تما انا ما عاودش شفتها. 32 سنة دابا عندي في العمر ديالي. هاد السيدة هادي أنا تلاقيت مع العائلة ديالي مع جدة وخوالاتي وسميتو تعرفت عليهم في الأول، بينوا لي بغاوني ويعني هضروا معايا وسميتو هضروا معايا قالوا لي ودي راه باك هو عبد الرحمن العسكري وأمك راه هي يطو. المهم بقيت هاد الناس عندي معاهم علاقة، كاين الخال ديالي هنايا كان جا عندي تعرفت عليه، بقى المهم خال ديالي تيتواصل معايا، بقى دازت مده فاش رجعت عندهم المريرت قالت لي جده امك سمحات فيك وباك ما عرفاتوش. يعني جداك واش من الام ديالك ولا من الاب ديالك؟ لا جده من الام ديالي، جده من الام ديالي. يعني حتى هي نكرات قالت لك نكراتك وما بغاتكش انك تبقاي عندها حتى هي؟ حتى جده هي براسها نكرتني قالت لي بنتي ما معترفاش بيك، بنتي عندها ولاد اخرين عندها دارها ما معترفاش بيك، باك ما عرفاتوش. يعني انا بغيت نعرف انا غير والديا ونعرف الخوت ديالي، وبغيت يعني حتى انا كنحس بواحد النقص. بالنسبه لهاد الناس اللي تبناوك واللي رباوك ملي كنتي صغيره، يعني واش هما حتى هما الان سمحوا فيك ولا مازال يعني علاقتك معهم مزيان؟ لا هادوك الناس توفوا، الاب اللي كان تبناني عنده كان خلي عندي 3 سنين والسيده اللي كانت تبنتني الله يرحمها خلات عندي المهم ديك 27 هكاك 28 27 هذوك الناس توفوا الله يرحمهم. يعني انت عشتي بلا اب
مده كامله يعني 38 سنه ولا شحال في عمرك يعني عشتي بلا اب؟ 32 سنه عشت بلا الاب ديالي، محرومه من الاب ومن الام. هاد الناس هادو هما اللي تبنوني وداروا فيا هاد الخير هذا وكبروني. كيفاش درتي تعرفتي يعني باللي هادوك الناس هما اللي تبنوك وماشي والديك الحقيقيين؟ المهم فاش كبرت ولا ما كنت كنقرا وصلت الشهاده، المهم الناس بحال قلتي دابا المغاربه ما تفهمتي الناس تيقول انت يكون معروف. تلاقيت مع السيده قالت لي هضرت معايا في الشارع لاباس بخير، قالت لي الام ديالك واش لاباس عليك؟ لا لاباس انا على الاصل ديالك هذيك السيده اللي مربياني. قالت لي لا لا ماشي هذه، قالت لي راه الوالده ديالك هي ايطو الرسواني ايطو. قلت لها كيفاش؟ المساله انا صدماتني مع هذه الشهاده، بنادم باقي صغير يعني ما غاديش العقل ديالي غادي يستوعبها. شحال تكون في عمرك يعني ديك الساعه ملي جات عندك؟ 10 سنين فاش هاد الهضره انا سمعتها بان هذيك الام ماشي ديك السيده ماشي الام ديالي. 10 سنوات كان عندي ديك الساعه كنقرا في الشهاده. وكيفاش حسيتي يعني ملي قالت لك ديك السيده باللي راه الام ديالك الحقيقيه راه ماشي هي هذه اللي تبنات؟ جاتني تصدمت صدمت، بديت كنبكي يعني بحال قلتي فهمتي بنادم عايش في واحد كان عايش في واحد سميتو ما عارفش. صافي رجعت للدار كنبكي كنقلب شي وراق تنقلب لقيت الطور صواني مريرت تحجاويت الاب خلاص صافي. عندك هذيك الساعه عرفت السيده ماشي الام ديالي. بقيت كنقول لهم لا بغيت امي وريوني امي يعني فاش ربيتوني يعني قولوا لي الوالده ديالتي فينا هي. قالوا لي امك سمحات فيك عطاتك سمحات فيك وما اعترفاش بيك. صافي صافي وانا نسكت. يعني وانت كنتي بنت صغيره يعني شنو الاحساس ديالك ملي عرفتي باللي الام ديالك الحقيقيه سمحات فيك ورماتك عند ناس اخرين وبقيتي لا ام لا اب؟ ما استوعبتهاش ولاني تيبقى فيا الحال تيبقى فيا الحال. دابا تنشوف شي واحد مع والديه تنشوف الناس مع وليداتهم تنشوف كنحس بواحد النقص. كيبقى فيك الحال ملي كتشوفي شي حد مع والديه؟ كيبقى فيا الحال تنبقى نبكي كنقول شوف هاد الناس عندهم والديهم وعندهم ولادهم وعندهم سميتو علاش انا زعما سمحات فيا؟ ما فهمتش شنو هو السبب. ما كاينش شي ام كتسمح في داكشي اللي ولدات كاع بمره في كبدتها. ما كاينش ما كاينش شي ام كاع 32 سنه ما كاينش شي ام في الدنيا كتسمح راه الناس تيقلبوا على ولادهم تيقلبوا عليهم تيديروا وسائل باش يوصلوا لولادهم. هاد السيده هادي ما فهمتش. هاد السيده انا كنطلب منها تجي عندي باي وجه كان بصله الرحم او وجه كان تعطيني غير الصراحه غير الحقيقه تقول لي. الان ما عرفتيش يعني الام ديالك فين كاين؟ لا عارف الام ديالي فين كاينه. كاينه في جديده كاينه في جديده. عندي ثلاثه ديال خوتي، عندي كاين سي محمد وامين وخوله هما ثلاثه. هي في جده فين كاينه الان يعني شنو تبغي الرساله اللي تبغي توصليها للام ديالك الا كانت كتشوف فيك الان؟ انا كنطلب من هاد من الام ديالي تجي عندي غير تجيني غير الحقيقه تعطيني غير الحقيقه تقول لي ودي ممكن عندها شي مشكل كان عندها شي حاجه كان غير تجي عندي باي وجه كان. راه ما كاينش شي واحد يسمح كاع في ولادو كاع بمره ما كاينش. راه فين ما مشيتي اي يعني بنادم تيغلط ماشي ما تيغلطش ولكن بنادم خصها راه الواقع هذا راه اي واحد تيقسم عليه الله شي حاجه راه كتبت عليه. غير هاد السيده خصها تجي عندي وتري الاب ديالي. الاب ديالي تيقول لي عبد الرحمن العسكري. الاب ديالي هو عبد الرحمن العسكري تيقولوا ليه. عشتي النقص ديال الحنان الام ديالك؟ عشتو حياتي كلها. نكذب عليك انا اليومين هذا اللي واخا عندي وليداتي مجوجه ومطلقه عندي ثلاثه ديال الدراري نكذب عليك يعني تنبقى واخا كاين معايا وليداتي يعني كنحس بواحد النقص كبير. تنقول شوف ما عنديش مي ما عنديش خويا ما عنديش فهمتي واخا عندي وليداتي كيكبروا معايا يعني كنحس بواحد النقص فهمتي يعني الان يعني في العمل ديالك يعني شنو خدامه شنو كتوكلي لدوك الوليدات؟ قلتي لي دابا بلي راك مطلقه بالنسبه لهاد الوليدات هادو شنو كتوكليهم الان؟ فين خدامه فين ساكنه؟ تنخدم في هاد المحلبه هادي اللي حدا المحطه عند هاد السيد هذا الله يجازيه بخير. هو عندنا خدامه كنترزق الله كنخدم على وليداتي كاريه ساكنه في المسيره ايتيمه ما عندي لا اب لا ام. عندي ثلاثه ديال الوليدات حاليا دابا كاينين معايا جوج. البنت كاينه عند جدها وما علاش تنتقاتل والزمان صعيب راه باباتهم وتقهروا ما بالك امراه يد وحده ما كتصفقش. وان اللهم لك الحمد الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد على كل حال.
الان شنو تبغي تقولي للامهات اللي كيتخلاو على الاولاد ديالهم؟ الكاميرا قدامك، وجهي لهم الرساله لهاد الامهات اللي كيتخلاو على الفلدات ديال الاكباد ديالهم بهذه السهوله. انا كنطلب من هاد السيده هاد السيدات اللي كيسمحوا في ولادهم، راه ما كايناش شي ام كتسمح في ولادها، راه حشومه عيب وعار بنادم يسمح في ولادو وينكرو. مازال كيما قلتي بنادم مازال عرفتي على العائله يبغيوك، يعني شنو هو المشكل؟ ما كاينش المشكل، انا كبرت فهمتي اشنو يعني. ما بحال قلتي ما غاديش نقول لهاد الناس واش غادي يعوضوا لي الحنان، ما غادي يعوضوا لي حتى شي حاجه فهمتي. يعني انا بغيت انا نعرف انا غير الحقيقه، والله يجزيكم بخير اللي ولدت شي اللي عندها شي وليد ولا شي بنيه وما تسمحش فيه، راه رزق الله بنادم، هو ربي اللي كيرزق، راه ماشي العبد، راه اللي كتبها الله كنعيشوا بها بالفعل. اذا كما شفتوا مشاهدينا على اشواق التيفي، كانت هذه هي القصه ديال الاخت سميره، وهذا هو النداء ديالها للام ديالها اللي تخلات عليها وهي صغيره وما عرفتش فين كاينه وما عرفتش الاب ديالها. وهذه يعني رساله بالنسبه للامهات اللي كيسمحوا في الاولاد ديالهم في الفلدات ديال الاكباد ديالهم، فيشوفوا في بحال هذا النهار بحال هاد الناس هادو اللي كيكبروا كيبكيوا على الشوفه هي الاخرى، وكذلك الحنان ديال الأم ديالهم. فكما كتعرفوا الأم فهي نعمة، واللي عاش بلا أم فكيعيش بزاف ديال الضغوط وبزاف ديال المشاكل في حياته. الحياة بلا أم لا تساوي شيء. إلى هنا مشاهدينا على أشواق تيفي، كان معكم حمزة أغني مبعوث قناة أشواق تيفي من عاصمة زيان خنيفرة، نستودعكم الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.